الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار الكريم التواب العزيز الغفار الذي أمر العباد بالتوبة وكثرة الاستغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رغم أنوف المشركين وأهل الإلحاد والإنكار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأخيار، المصطفى المختار، صلى الله عليه صلاة دائمة تنمو وتزيد ما دامت الليل والنهار، وعلى آله الطيبين الأخيار، وعلى صحابته ومن تبعهم إلى يوم القرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله، عباد الله، نرى اشتداد الظلم وتتوالى علينا المصائب وتكثر الفتن وتزداد الهموم والغموم وتكثر الحزن، والناس انقسموا إلى أقسام كثيرة في هذه الأيام الصعبة. انقسم الناس إلى أقسام كثيرة، فمنهم من ركن إلى اليأس والإحباط، فالله تبارك وتعالى أمر، قال: فلا تكن من القانطين. فالله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن لا يقنطوا من رحمة الله. وقسم آخر لجأوا إلى معصية الله تبارك وتعالى. نعم، تزداد الشكاوى كل يوم، والناس يلجؤون إلى أمور كثيرة لعلاج هذه الصعوبات وهذه الفتن وهذه الآلام والأوجاع، يبحثون عن العلاج. وأنتم تعلمون ذلك، فيدقون الأبواب يمينا وشمالا، ويذهبون شرقا وغربا يبحثون عن الحلول والشفاء والعلاج لهذه المصائب ولهذه الآلام ولهذه الهموم والغموم والصعوبات تراكمت علينا. نعم، قسم يلجأ أو يركن إلى الإحباط واليأس، وقسم آخر إلى الذنوب والمعاصي والمنكرات. الفقير يلجأ إلى السرقة، يظن أن شفاء الفقر في ذلك أو علاج الفقر في ذلك. والذي يخسر العمل أو المصلحة أو نمو العمل أو الثروة يلجأ إلى الغش، أو يلجأ إلى بيع المحرمات إلى غير ذلك، يظنون أن علاج الفقر ونمو البضاعة وغير ذلك والأموال والثروات، يظنون العلاج في ذلك وإلى غير ذلك من الأمور. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولئن
أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يظهر على لسانه وعلى أعماله وعلى أقواله التسخط وعدم الرضا بقدر الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا، يقول: ولئن أضعوا جمرة في فيي، أي في فمي، حتى تنطفئ أحب إلي من أن أقول في أمر قضاه الله عز وجل ليت الأمر كذلك. يقول: لو وضعت جمرة في فمي حتى تنطفئ في فمي خير من أن أقول لشيء يا ريت يا ليت لم يكن كذلك، لأنه قدره الله عز وجل وشاء. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الناس يلجؤون إلى أنواع من العلاج، ولكن قل ما تجد من يهتدي إلى العلاج الصحيح. أمان، الأمان الحقيقي والعصمة من كل ذلك في الإيمان بالله تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري أيضا رحمه الله، يقول: للأمة أمانان، أي لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمانان. أمان من ماذا؟ أمان من عذاب الله، وأمان من الهلاك، وهم أمان من الضياع والضلال. للأمة أمانان: أمان ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو كان أمان الأول. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أمان الأول. وأما الأمان الثاني الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون. ذهب أمان الأول صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي لنا الأمان الثاني: الإيمان بالله عز وجل، التوبة والرجوع والتعلق بالله عز وجل، والاستغفار. فإذا تركنا الاستغفار فلا شك ولا ريب لا نستطيع أن نواجه هذه الفتن، لا نستطيع أن نواجه الهلاك. ووالله الذي لا إله إلا هو لا أمان إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم، الاستغفار. أتاه رجل، كما في تفسير القرطبي، ذكره الإمام القرطبي في تفسيره رحمه الله، قال: جاءه رجل شكى إليه الفقر، قال: يا أبا سعيد، أنا فقير. فأمره بالاستغفار، قال: عليك بالاستغفار. أتاه رجل آخر، قال: يا أبا سعيد، لم تمطر، انقطع المطر، قال: عليك بالاستغفار. أتاه رجل آخر فشكى إليه جدب الأرض وعدم النبات، الأرض لا تنبت، قال: عليك بالاستغفار. أتاه رجل آخر قال: إن زوجتي عاقر لا تلد، قال: عليك بالاستغفار. فقيل له: كلما شكى إليك رجل لمسألة أو لحاجة فتقول له كلمة واحدة: عليك بالاستغفار. وهم يأتون إليك بأمور كثيرة، بشكاوى مختلفة، قال: لم أقل شيئا
إنما قول الله تبارك وتعالى أو أولم تقرأ ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم هذا ما حصل عندما نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه لعبادة الله تبارك وتعالى وحده، عندما أمر الناس بتوحيد الله عز وجل وترك الأوثان والآلهة، وأمرهم أن يتعلقوا بالله تبارك وتعالى وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى، فأمرهم، وعندما ردوا وعندما عاندوا وعندما حاربوه فأمرهم بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وأن سبب ذلك أن الله عز وجل سيرسل بركات السماء، كيف يفتح أبواب البركات من السماء والأرض، والله تبارك وتعالى يبارك في الأموال، والله تبارك وتعالى هو الذي يرزق الولد وهو الذي يصلح وهو الذي يجعله بارا وصالحا، والله تبارك وتعالى هو الذي يرزقكم الجنة وهو الذي ينجيكم من عذاب الله تبارك وتعالى وهو الذي ينجيكم من نار جهنم. نعم فأمره بالاستغفار. فعلينا أيها المسلمون، هناك أدلة كثيرة من القرآن والسنة، أدلة كثيرة، ولكن اللبيب يكفيه الإشارة. فإذا تدبر الإنسان، لو تدبر الإنسان وفهم آية من كتاب الله تبارك وتعالى ربما ناله ما عند الله تبارك وتعالى الخير الكثير، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نخلص لله تبارك وتعالى في القول والعمل، وأمرنا أن نرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى علينا، أمرنا بأن نرضى ولا نعلم من أين يأتي الخير، لا نعلم في بلاء ولا نعلم في أمر نحبه أو في أمر نكرهه، لا نعرف. وربما شرد الإنسان وابتعد عن ربه سبحانه وتعالى وولى هاربا، ولم يعرف بسبب هذه الدنيا وزخارفها لم يعرف شيئا عن دينه وعن ربه سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى ينزل عليه بلاء أو ابتلاءات أنواع مختلفة ليرده إليه سبحانه وتعالى وليسمع صوته سبحانه وتعالى. فالفقير يكره الفقر، ولكن الفقر خير من الغنى، خير من الغنى، إن لم يكن الغني يعيش بين ماله في طاعة الله تبارك وتعالى. المؤمنون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 50,000 سنة. لماذا؟ لأن الأغنياء يحبسهم الأموال، تحبسهم الأموال، وإن الفقراء لا يوجد عندهم ما يحاسبون عليه. فالله تبارك وتعالى يبتلي العباد، لا نعرف، البلاء يأتي بالخير والشر، لا نعرف الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى، لا نعرف الخير فيما نحب أو الخير فيما نكره، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالله تبارك وتعالى يبتلي العباد ليعودوا، يبتلينا لنعود إليه سبحانه وتعالى. فالاستغفار أمان من الابتلاءات ومن الصعوبات ومن الهلاك الحقيقي. الاستغفار سبحانه وتعالى رزقنا بالاستغفار نعمة منه سبحانه وتعالى، فمن لزم الاستغفار جعل الله له فرجا من كل هم ومن كل غم ويسر الله أمره. فعليكم بالاستغفار عباد الله،
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. My brothers and sisters in Islam, as you see, we see the difficulty and problems increasing every day. And people, everyone looking for a solution to get rid of or to get out from these problems. How we can push it out, how we can leave it off, how we can fix the problems. So the poor people, the person with the disease, the person with the sickness, the person, you know, complain about the wife, the person complain about the husband, the people complain about the kids and other problems. Everyone looking for a solution. How I can fix this problem? Where's the solution? So some people, they're just losing hope. They not have nothing to do. They have nothing to do. They cannot do nothing because they lose hope. And some people, they try to fix these problems with disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. For example, the poor person, he try stealing, and he thinks this is going to fix his problem. And others, the people who have no business, they start cheating. They think this is going to fix the problem. And they don't know this stuff is in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. So everyone looking for a solution. Some people, they believe if they do what they wanna do, this is the solution, that this is gonna remove the problems. And there is a very, very few among the people, they fix the problems, or they're looking for the right, prescription to treat the problems, or the disease, or the sickness. The people looking, when they have a problem, they go everywhere. They knock door of everyone. Meaning the people, they think they're able to help them. They go right and left. They go everywhere. They're not stopping. They go far, far, far away. So anyway, We have a solution very easy for the one Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for him. The solution is the iman, is the faith, is the istighfar, to say astaghfirullah, to make dhikr. Hassan al-Basri, he said two things. As a security or protect the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. The first one, meaning with these two things, Allah subhanahu wa ta'ala save the people from the punishment, save the people from the fire, save the people from difficulties, from fitan. The first one, Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And he said, the first one is one away. Because the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, he passed away. And Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Allah will not punish them if you between them. Allah remove the punishment from the ummah because the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, he's between the ummah. And then the second aman, the second thing, the people will be saved from difficulties, from punishment, from misguiding, which is istighfar. So Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Allah will not punish the people while they're making istighfar. They return back to Allah subhanahu wa ta'ala. If we not seen ourselves, if we see we have shortcomings, still we have some good people. We still have, there's khair, the good, there's an ummah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam to the day of judgment.
and never will be empty from good, from khair. So the khair is going to continue in the nation or the ummah of Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And Hassan al-Basri رضي الله رحمه الله ورضي عنه وعن الصحابة جميعا. Somebody came to him, he said, I married, but we have no kids. So he said, he commanded him to make istighfar. He said, make istighfar. And somebody else came to him, he said, there is no rain. I'm waiting for the rain. I have a garden. I have such and such. He said, go make istighfar. Somebody else came to him. He said, I'm poor. What should I do? He said, go make istighfar. Somebody else came to him. He said, the garden is dried. Nothing growing. He said, go make istighfar. And somebody from his students asked him, he said, you know, everybody complained about something else, something different. You tell them something, one thing. Go make istighfar. This is the only solution you're telling the people. He said, this is not from me. This is from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, when Nuh alayhi salam, Prophet Noah, when he started calling the people to the worship of Allah subhanahu wa ta'ala alone, start call the people to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone, that when they reject, he asked him to make tawbah and make istighfar. He said, he told them to make istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. And Allah subhanahu wa ta'ala opened the sky, meaning the barakat, the good of the skies, the gate of the skies, from the rain. Allah subhanahu wa ta'ala will send the barakah from the rain. Allah subhanahu wa ta'ala bring barakah to the people. No doubt. Allah subhanahu wa ta'ala give you kids. Allah subhanahu wa ta'ala make them righteous. Righteous people. Great kids and people. So Allah subhanahu wa ta'ala, He's the one able to give you the Jannah if you're looking for the Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, He's the one. Open the gate of barakat, of your business and your job and others. So Allah subhanahu wa ta'ala, He's the one. He said, this is not from me, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. So istighfar, this is the solution for anything. It's not only for one thing. Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with the istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala make this ummah up because of the istighfar. When you make istighfar, you feel close to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala will accept you. Allah subhanahu wa ta'ala will accept you. So where's the ummah, include myself, where's our spot between the people for istighfar? Allah subhanahu wa ta'ala praise the believers, وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. At night, the thuluth al-akhir, the last third of the night, the believers, they make istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala praise them. Imagine and think, Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu nuzulan yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala fi thuluth al-akhir min al-layl. He's coming asking you, who looking for forgiveness, to forgive him, and we are sleeping. Who in need? Who are asking? Who's the person asking for something to give him? And we are sleeping. Allah subhanahu wa ta'ala come down. The way is
only for Allah subhanahu wa ta'ala. The way is, we don't know about it, is Allah subhanahu wa ta'ala asking, who's looking for something to give him? And we are sleeping. And ask yourself, where is this ayah for me? Include myself. Wallahi, I'm not better than you guys. My brothers and sisters, I'm not better than you. I'm asking myself and for you. Where is our spot for this ayah between the ummah? Allah subhanahu wa ta'ala praised the believers because they, at night, they make istighfar. And we have many ayat and hadith about the subject. But, you know, we need to remind ourselves. We have to be pleased with Allah subhanahu wa ta'ala. If we see something we don't like, so make istighfar. Maybe because of our dhunub, our sins. We don't know. And maybe this is what we don't like. Maybe this is the good for us. The stuff we like, maybe is not good. Because only Allah subhanahu wa ta'ala, He knows where is the good. You know, in difficulty or in easiness. Allah subhanahu wa ta'ala tests the people with good stuff and with the bad stuff. And everybody will go back. The one who accepting what Allah subhanahu wa ta'ala planned, you know, he will go back to Allah subhanahu wa ta'ala. And the one who not accepting, he will go back with his actions to Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa arda, he said, if I put the charcoal in my mouth until turn it off, better than if I say something happened. If I say, I wish it wasn't like this. Allah subhanahu wa ta'ala make it happen. He said, if I put the charcoal in my mouth until turn off, Better than if I say something Allah wanted happen, if I say I wish it wasn't happened. And this is showing knowledge of these people, showing the iman of these people. So my brothers and sisters, any problem you have, go back to Allah subhanahu wa ta'ala and make istighfar. You will see the solution. You will see the solution. And I want to mention something. Something happened with us. I never mentioned like stories like this, but this has come to my mind now. Whoever remember the time of Saddam, they killed a lot of Kurdish people. A lot. And they took over 180,000 people, they buried them alive. And one of these families was my uncle's family, my brother's brother, my father's brother, my uncle's family. This is with us, happened with us. So his family, between the families, they bury alive. And one day, There's a truck. He dropped the family middle of the city and left. And people from all over coming to my uncle asking, what you did? Who bring your family back? Please, everybody asking for his family. It's over 180,000 families, people. So my uncle said, the only thing I did at night, I didn't knock door anyone except Allah subhanahu wa ta'ala. I stayed the all the time I'm staying at night and asking Allah subhanahu wa ta'ala. So he accept my dua, so he dropped my family, you know, saved my family. This has happened, brothers and sisters, with us. So I ask myself and ask you, go back to Allah subhanahu wa ta'ala and make istighfar. Istighfar is a solution for all these problems and is a solution for the disease, for the sicknesses, for all this type of fitna. Allah subhanahu wa ta'ala will save you
أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.